بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ذلك فما بلغت رسالته يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ذلك فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك بك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكر وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله.
الصلوات. انتهى حجنا وكنا في طريق العودة إلى المدينة، وعند الظهر سمعنا فارسا من خلفنا يصرخ: توقفوا وعودوا أدراجكم، فقد جاء حكم بأن على الحجاج أن يتواجدوا ظهر اليوم في غدير خوم. كنا قد عبرنا قبل ساعة من قرب غدير خوم، وكنا على عجلة من أمرنا ولم نتوقف هناك بهدف الاستراحة. فقال عبد الله بزاز بشكل فار: ألا يصح أن تعفينا؟ فأعمالنا في المدينة متروكة، علينا العودة سريعا. فقال الفارس: هذا حكم رسول الله يا أخي، لا شك أن الأمر مهم. لم يكن أمامنا خيار آخر، عدنا أدراجنا وكيفما كان وصلنا إلى الركعة الأخيرة من الصلاة، حتى لمحنا رجالاً ونساءً كثر قد حضروا في صفوف الصلاة. بعد الصلاة رأينا رسول الله يصعد مرتفعاً إلى جانب عدة أشجار وبدأ بالكلام. كانت الشمس تسطع بشكل مباشر، لم يتمالك عبد الله نفسه، أخرج قطعة من القماش كان قد أخذها إلى مكة بهدف التجارة من حقيبته، وتقدم بسرعة أمام الحشود. قام أصحاب رسول الله بتعليق القماشة على الأشجار كي يستظل بها، وبدأت الخطبة: يا أيها الناس، الله مولاي وأنا مولاكم. قلت إلى الذي بجانبي: نعلم هذا، اللعنة على من ينكر هذا، هل كان ضروريا أن نعود كل الطريق من أجل التذكير بها؟ لم ينتهي كلامي حتى قال رسول الله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ورأيته عند ذلك وتحت أشعة الشمس المباشرة يرفع يد علي بن أبي طالب، فقال صاحبي: لأجل هذا كان علينا العودة. لم تنتهي الخطبة حتى تجمع الناس حول النبي. سكت رسول الله قليلاً، كان واضحاً الاضطراب في نظراته من بعيد. الحقيقة أنه بعد كل هذه السنوات لم أنس تلك النظرات المضطربة، فذلك الرسول الذي استطاع تجاوز قحط شعب أبي طالب وتعذيب قريش وفتنة اليهود وشهد كل تلك الحروب وخرج من كلها سالماً، كان أمام تلك الجموع ينظر يميناً وشمالاً بعين مضطربة: أقسم بالله عليكم لا تنسوا أهل بيتي. Thank you very much for watching this video clip. Again, a million thanks to all of you for coming and adding more value, more light to this majlis. Let's raise another salawat, and after that we will watch an unshuda for us to inshallah join and inshallah have some fun. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So thank you very much for clapping and joining, mashallah. I'm glad that you are ready and energetic
There is a loads of energy and much positive energy between you. And inshallah, when the Radud comes, I'm sure he's going to really enjoy your musharaka. So in this part, in this section, inshallah, we're going to ask al-muallim, al-sheikh, al-ustad al-aziz, al-sheikh Munir al-Turayhi, hafazahullah, with a loud salawat. Inshallah, please pay attention. And let's promise ourselves and promise to Imam al-Zaman, ajalallah ta'ala farajah sharif, that we're gonna, inshallah, take the most out of this majlis. Yeah, spiritually, knowledge-wise, whatever, yeah? Let's take the most out of this. Allah yahfazkum, inshallah. Allah yahfazkum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجالس التي يذكر فيها اسم محمد وآل محمد تحضرها الملائكة وتهرب منها الشياطين فصلوا على محمد وآل محمد. في البداية نبارك للجمهورية الإسلامية ولمراجعنا الكرام وللقائد الإمام الخامنئي حفظه الله وللمسلمين في كل العالم، لأن هذا العيد ليس عيدا للشيعة فقط ولا لجهة معينة، هذا عيد للإسلام. ومع الأسف أن تنحرف الرسالة بعد رسول الله ويصبح المجتمع ضائعا ويتيه إلى يومنا هذا، في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه كما قرأ عليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني حقيقة هنالك الحديث طويل جدا في قضية الغدير، والجماعة طبعا يحددون بموعد أو بوقت، ولكن في الواقع قضية الغدير تحتاج إلى موسوعات. رحم الله الشيخ الأميني، هذا الرجل الذي كتب كتاب اسمه الغدير، وقد جمعه من مختلف دول العالم ومن مختلف المكتبات سنوات طوال، 11 جزء كلها يتكلم في قضية الغدير. زين، والجماعة يقول لك لازم تختصرها 25-20 دقيقة، شلون يصير؟ صلوا على محمد وآله. هنا نتوقف عند بعض المحطات. المحطة الأولى أيها الإخوة والأخوات، أقولها بصراحة، إن قضية الغدير تعتبر من أهم الاستراتيجيات التي رسمتها النظرية الإسلامية. ومن المؤسف حقا، أقولها بصراحة، أنا حينما أتكلم ما أخاطب الآن آبائي وإخواني وخواتي، ذول أخوة إحنا مشينا على الطريق. القضية اليوم تتعلق بالأجيال، بهؤلاء الشباب، ومع الأسف المفروض هذا المجلس يكون أكثر حضوره من الشباب حتى يفهموا قضية الغدير، قضية الإسلام، قضية القرآن، قضية السماء، قضية المظلومية، قضية أمير المؤمنين، قضية الولاية في الأرض، قضية النظرية الإسلامية لإنقاذ الأرض. هذه النظرية كلها ترسم في هذا اليوم، في يوم الغدير. مع الأسف أقول، يعني أغلب شبابنا، أنا من خلال تجوالي في بعض الدول خصوص الأوروبية وأمريكا، تدخل إلى بعض الغرف للشباب معلق لك صور الفريق الفلاني، يونايتد مانشستر، من الجولتشي إلى المدافع إلى الشو إلى الكذا إلى الهجوم، كلهم إلى الاحتياط واحد واحد، ويقعد الصبح عين عليهم، بالليل ينام عينه تغمض عليهم. أو تجي بعض الناس يعرف لك المسلسلات ويعرف لك الممثلين ويعرف لك الكذا لكن من تجي السئلة عن قضية أهل البيت أو أئمة أهل البيت، كم واحد أقسم بأنه بعضهم آباءهم من النجف، وحينما تسأله عمو وين الإمام علي مدفون يقول بالمدينة، ما يعرف عنه شيء، لأنهم ما يقعد ويا الأب، ما حد يقعد يقول له شنو هذه القضية. ولذلك هاي القضية قضية أساسية، قضية الغدير. أيها الأخوة والأخوات، يجب أن نربي أولادنا على هذه القضية. وأنا أتذكر في هذا المضمار أحد المستشارين القانونيين الكبار في مصر،
هذا هو من يضع القانون، هذا كان من أعداء أعداء مدرسة أهل البيت، وكان يقول إذا دخل عالم شيعي إلى القاهرة أنا لا أنام الليل حتى أخرجه من القاهرة، لأن أعتبر هذا الإنسان وبال، هذا الإنسان سرطان في المجتمع. عجيب هذا الرجل كان، إلى أن يقول حانت لي فرصة الذهاب، وإذا يعطوني كتاب إلهم ما أقرأ، نقاش ما أتناقش، جلسة مع علماء، لأن أدري ذولا من أقعد ياهم شبه سحر يسحروني، فلذلك ما أرد أقعد ياهم وأتكون كذا. إلى أن ذهبت يقول إلى الحج، في الحج سأنا أختصر موضوع طويل هو يتحدث عنه، وهذا ممن يضع القانون، من يعني طو درجة وزير مفوض يسموه، يضع القانون للدولة لمصر. هؤلاء أكبر من القانون، جوازاتهم خاصة، معاملتهم خاصة، لأنهم مو ناس عاديين. المهم هذا الرجل اسمه عبد الغفار رحمة الله عليه، قال هذا الرجل يقول ذهبت إلى الحج، في الحج انصدمت لأنه شفت بعض الناس، خصوصا دولة ما أدري ناس آخر يعني مو عاديين، من يردون يطوفون طوافهم شكل مرتب، من يردون يرمون الحجر مو مثل الناس، يجيب الحجار يضربه يطلع لك دم مفشوخ وهذا فلان، وكأنه يريد يخلص بين ما كان. يقول لا، شفت ذولا يكون متأني يلاحظ الموقف. حينما سألت من هؤلاء، قالوا هؤلاء شيعة وعلماء الشيعة. قلت عجيب، 45 سنة أنا ظالم نفسي أشتم بهؤلاء وأتكلم على هؤلاء، وهؤلاء هم هذا الشكل، هؤلاء علماء. يقول فوقفت أمام بيت الله وطلبت من الله المغفرة لعمري، وحينما رجعت إلى مصر لم يترك كتابا إلا وكان ينهمه نهمة، حتى أن زوجته مرات قالت ارحموه، هذا ما ينام الليل ولا فقط يقرأ، حتى فكان في أيام محرم يحضر المجالس قسما بالله، هذا المنديل مالته من كثرة البكاء تعصره ينزل منه مي على الحسين سلام الله. هذا الرجل كان يقول كنت أتكلم، يتكلم مع بعض المستشارين مع المثقفين، فيقول يعترضون عليه وكيف أنت أصبحت شيعي وكيف كذا. يقول إلى أن قلت له أحدهم يا بخل نذهب إلى بلد التشيع ونشوف ذولا ليش صاروا شيعة، ليش شنو على أساس. فذهبنا إلى العراق، يقول صادف دخولنا إلى العراق أيام 40 أو عاشوراء، وتعرفون الازدحام والمواكب والطبخ والناس. يقول استغربنا هذا البذل والعطاء والتضحية والتقديم، شنو هاي قضيته؟ فاتفقنا من شفنا المواكب تمر، قلنا حتى ما تمر هاي المواكب تنتهي نسأل آخر واحد بالموكب ليش هالعملية، هذا البذل هذا العطاء هذا التقديم، هذا شو السبب؟ يقول وقفنا، وتدرون شي خلص المواكب يعني في العراق كربلاء ما. يقول إلى أن صارت تقريبا ساعة واحدة واحدة ونص وقت أكل الطعام الظهرية، فشبه انتهت يعني بعض المواكب، شفنا رجل يعني لا هو كبير لها، سألنا آخر واحد قلنا له عمي أنتوا ليش؟ قالت من وين؟ قلنا له إحنا من مصير وكذا، وإحنا جايين على أساس نعرف قضية الحسين ونسلم على الحسين، فأنتوا ليش هذا البذيل هذا العطاء هاي التضحيات؟ تدرون بماذا أجابهم؟ قال احنا نلتزم بقضية محرم حتى لا تنسى كما نسيت قضية الغدير، حتى لا تنسى كما نسيت قضية الغدير، لأن الغدير في تعرفون كان في أيام الدولة الفاطمية له احتفالان، لهم احتفالان في السنة، حزين واحتفال سرور، حزين بمناسبة شهادة الإمام الحسين، كان الخليفة يخرج حافيا يحث التراب على رأسه، يدخل إلى القصر يجتمعون ينعون الحسين ويقدمون الطعام باسم الحسين عليه أفضل الصلاة. وفي أيام يوم العيد الغدير الخليفة يلبس أحسن ملابسه ويفتح القصر ويدخل الناس عليه ويقدم الهدايا وتقام الاحتفالات بيوم الغدير. لما إجا صلاح الدين اللعين اللي يسموه صلاح هذا المجرم، هذا حارب وقتل التشيع، لأنه تعرفون أنه هؤلاء حينما هذا الجامع الأزهر يسمى الأزهر تبركا باسم الزهراء، وكان في هذا الجامع حلقات درس، أكبر حلقة تدرس في ذلك الجامع أكو الحنفية، لكن أكبر حلقة كانت حلقة مذهب أهل البيت، وكانت تنافس الحلقات في بغداد أيام الدولة العباسية. في مصر كانت الدولة الفاطمية هاي الحلقات لأهل البيت فقها وأصولا وعقائد،
وفلسفة وغيرها، وهناك تدرس العكس في الدولة العباسية. فكانت هذه تزهر القاهرة بعلوم آل محمد وبعلوم الإسلام. لما جاء صلاح الدين الأيوبي أغلق جامع الأزهر 100 عام، 100 عام أغلق حتى لا يبقى ذكر لآل محمد. وكان يدخل على البيت فالمرأة حامل يبقر بطنها، يخرج الطفل فيذبحه ويذبح أبوه وأمه، حتى هرب الناس وهاموا إلى الصحاري وإلى القرى والأرياف حتى يقضي على مذهب أهل البيت. فنحن يجب علينا بالعكس أننا في هذا الزمان أن نلتزم. مع الأسف هذا يوم عيد الله الأكبر، عيد الله الأكبر، هذا عيد الغدير يا أيها الإخوة. يجب أيها الإخوة والأخوات أن نعلم أبناءنا، أن نجلس معهم نقول لهم، بدل ما يقعد يشوف لي أغاني ويشوف مسلسل ويشوف قضايا تافهة لا قيمة لها. هذه القضية الأولى، طبعا على نحو أقول اختصار. القضية الثانية أن قضية الغدير ليس كما يصور لنا أنها قضية تاريخية. القدير قضية تاريخية، لها بعد حضاري، لها بعد ثقافي، لها بعد تشريعي، لها بعد سياسي، أبعاد مختلفة لقضية الغدير. مثلا البعد السياسي وهذا المنسي، أتعرفون أن قضية الغدير هي النظرية الإسلامية أطروحة السماء، العدل الإلهي الذي يراد أن يطبق في الأرض لإنقاذ البشرية من ضلالها. وقد رسم في هذه النظرية الحكومة من؟ والحاكم من؟ يعني القائد من؟ والتشريع وكل أبعاد النظرية للحكم الإسلامي. ولكن مع الأسف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الحكم كما تعرف حكومة القائد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي اختارته، كما سنأتي شوي على هذا الذكر. زين؟ هذا البعد السياسي، هذه النظرية يجب أن تطرح ويجب أن تقام لها جامعات، لأنه أقول هذا هو الرسم السماء للأرض، هذه نظرية السماء للأرض، هذه أطروحة الإنقاذ لأهل الأرض، هذه مستوى ما أراد الله لأن يأخذ بالأرض وينعش ما فيها ويكون السيادة لأهل الأرض، لنا نحن الأنام. ولكن حرفت هذه الرسالة مع الأسف. فنحن حينما ندرس الغدير لا ندرسه على بعد تاريخي، قضية تاريخية، كما يحاول البعض أن يصور ذلك. الإسلام الحقيقي والملخص العام للرسالة الإسلامية في هذا اليوم، والملخص العام بل لكل الرسالات السماوية في قضية يوم الغدير، اليوم الله سبحانه وتعالى لم يقل لا لدين ولا لمذهب ولا لأي شيء، مثل ما قال في قضية الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم هو إكمال الدين. وإكمال الدين ما معناه؟ يعني هذا الدين سوف يبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذه الأطروحة يجب أن نعرفها ونتشبث بها وندرسها ونفتح لها جامعات ونعلم أولادنا، وتكتب أطروحات في هذا الموضوع: بعدها السياسي، بعدها الحضاري، بعدها التشريعي، بعدها الإسلامي، بعدها الاجتماعي، لا أبعاد مختلفة. لكن مع الأسف هذا الغدير نقعد نأكل لنا كم شكليته وصلوات وفلان وانتهت قضية الغدير. مو هذا الغدير، الغدير غير شكل أيها الأخوة أيها الأخوات. الرسول بالإضافة إلى ما عندنا من الروايات: من كنت مولاه، هذا علي مولاه، حديث الدار، أحاديث كثيرة. لكنه تعالوا شوفوا هذا القرآن هكذا يرسم، والرسول ماذا يقول: لو أنكم أمرتم عليا، لو أنك أمرت عليكم عليا ولا أراكم فاعلين، سوالكم لهداكم إلى، لأنه حق، إلى الهدى وإلى الصراط. وعد يقول: ولا أخذ بكم إلى الصراط المستقيم. التفتوا، هذه النقطة مهمة أيها الأخوة. ولا أخذ بكم إلى الصراط المستقيم. نحن في كل يوم نصلي كم ركعة؟ 17 ركعة. 10 ركعات منها الأولى، كل ركعتين الأولى لابد أن نقرأ سورة الحمد. وفي سورة الحمد ماذا نقول؟ الله اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ يقول الرسول:
هذا يأخذ بكم إلى الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم الذي ترسمه الآية يبينه رسول الله وهو صراط علي وأولاد علي صلوات الله وسلم. عشر مرات مع الأسف الناس لا يلتفتون، وهو يقول لو أمرت عليكم ولا أراكم فاعلين، ولا أراكم فاعلين، أنتم ما تفعلون. وهذا ما وصل به الدهر بنا إلى هذه النتيجة. الإمام أمير المؤمنين يؤمره رسول الله ليس لمصلحة منه، وإنما لقضية الإسلام ولإنقاذ الناس، وهو الصراط المستقيم. ولا أخذ بكم إلى الصراط المستقيم الذي أنتم في كل ركعة في الصلاة حينما تقرؤون الركعات الأولى اهدنا الصراط المستقيم. وللعلم أن الإنسان حتى في الركعات الثالثة والرابعة يجوز أن يستعيض عن التسبيحات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فيقرأ سورة الحمد، شوفوا التأكيد، فيعني معنى ذلك 17 ركعة يجوز الإنسان يقرأ بها سورة الحمد وفيها اهدنا، بالإضافة إلى الآيات، بالإضافة إلى الصلوات المستحبة، بالإضافة إلى النوافل، بالإضافة بالإضافة. فإحنا الآن الصراط المستقيم واضح، هذا لأخذ بكم إلى الصراط، صراط علي صلوات الله وسلامه عليه، صراط أمير المؤمنين. لكن أقول من المؤسف حقا، من المؤسف وأقول بصراحة أيها الإخوة، أن قضية الإمامة وقضية هذا الاختيار الإلهي والرسم الذي رسمه الله للنظرية الإسلامية حكومة وقائدا وتشريع، لا يمكن، أقول بصراحة لا يمكن لأي إنسان حتى لو كان نبيا، إبراهيم أبو التوحيد مكسر الأصنام جد رسول الله أعظم الأنبياء صلوات الله وسلم، إبراهيم العظيم حينما بنى وانتهى من بناء بيت الله الحرام، وكانت له أخوة، تعرفون هو نبي وهو خليفة الله وهو صفي الله وهو خليل الله لكن حينما انتهى من هذا البناء أراد الله أن يوسمه بوسام خاص، فما هو الوسام؟ قال إني جاعلك للناس إماما. كان النبوة وين صارت؟ الخليل هو الصفي جاعلك، يعني هذه الإمامة فد ميزة أخرى، فد سمة أخرى، فد وسام آخر، فد امتياز آخر. ولذلك قال ومن ذرية، لأنه طمع لما الله سبحانه وتعالى ينطي بعد هذه النبوة وأنه خليل يقول له أن جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي ذريتي، قال لا 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 ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهد، مو كل واحد. ليش؟ الآية القرآن يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم هذا اختيار واصطفاء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمر بعد، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا فقط، وكانوا لنا عابدين. أغلب الناس انحرفوا وكانوا يعبدون أصناما وكانوا يعبدون آلهة غير الله، وكانوا إلا أئمة أهل البيت، لأن أمير المؤمنين وهو أبو الأئمة لم يسجد لأحد. ولذلك حينما هم يقولون كرم الله وجهه أنا أعتز بهذه الصفة، لأنهم لم يسجد ولا سجد ولم يكن له يوم من الأيام أن يستدل لهؤلاء الأصنام، فقد كرم الله. من هؤلاء الذين كرمهم وهؤلاء لم يسجد؟ من كل هؤلاء. أليس من المعيب نحن نترك هذا الحق ونترك هذا الاصطفاء ونترك هذا الاختيار الإلهي؟ الله أكبر، مع الأسف. إذن هذه قضية تتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يتدخل بها أحد. قضية الإمامة اجتماع شورى اختيار فلان كبير من هؤلاء، هذا مجتمع كان مجتمع جاهلي، لابد أن يختار له إنسان، لأن أولا جهل كان، نفاق أكو، عصبيات أكو، تسلط أكو، استعباد للناس في زمان الخليفة الذي أحد خلفائهم لما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي لم يموت الرسول، ومن قال أنه مات أضربه بهذا السيف. يأتي الآخر قال له ماذا تقول؟ القرآن يقول وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على، قال عجيب وكأني لم أسمع بهذه الآية. هذا يكون خليفة، هذا يكون خليفة.
وعلي بن أبي طالب لو سألتموني عن طرق السماوات والأرض لكنت عن طرق السماوات لكنت أعلم بها أكثر من طرق الأرض، حتى يقول أن بين كل مدينة ومدينة عمودين من نور. هذا إلى الآن يعني إحنا نعرف الآن إحنا ما نريد نربط هذا أن السرعة الضوئية هي أقوى أنواع السرعة الموجودة. الإمام يشير إلى هذا المعنى، بين كل عمودين من نور، هذا النور يعني هاي يريد يشير إلى السرعة الضوئية الموجودة للتواصل بينهم بهذا الشكل. أمير المؤمنين سألوني قبل أن تفقدوني، هذا علي بن أبي، إحنا نترك والروح الواحد يجهل وكأنني لم أقرأ الآية، هذا مو ألم؟ هذا مو قضية تحز في النفس؟ فإنا لله. ولكن إحنا مو بس عتبنا على هؤلاء، عتبنا على بعض الناس الكبار، ناس شخصيات مع الأسف. مثل إيش؟ واحد هذا دكتور اسمه أحمد شلبي، أستاذ الدراسات التاريخية في كلية دار العلوم اللي درس بها شيخ أحمد الوائلي ودرس بها عبد الهادي الفضلي وآخرين وخادمكم هم كنا فيه، هذا الكل، هذا رئيس قسم، صار رئيس قسم، رئيس كلية جامعة أم درمان، وصار أستاذ رئيس جامعة كذا في السعودية وفي أندونيسيا وفي ماليزيا. هذا الرجل حينما يقف عند الغدير يقول ما هو أصل قضية غدير، ما موجود في التاريخ، ما موجود في التاريخ، كيف ما موجود؟ مجلدات الطبري، هذا الرجل المؤرخ الكبير له مجلدان، ما هو اثنين من مجلدات فقط في ماذا؟ في صحة حديث الغدير وأسانيده وطرقه ورجاله جزئين. ولذلك هذا الرجل من يموت الطبري تعرفون ماذا؟ منعوا جنازته وعملوا مظاهرات على جنازته، منعوه لأنه كتب في علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذول مسلمين يدعون الإسلام، له هذا حق، بس تدري ليش؟ مو أكو سبب، إما تعصب، عصبية لما تجي لي بتعصب، وإما بعضهم والله تناقشة تقول له، يقول لك يا أخي شلون يعني أنا صار لي 50-60 سنة ماشي بهذا الطريق، يعني معقولة هذا خطأ؟ شنو يا أخي معقولة؟ ليش الحق حق؟ أنت يجب أن تعرف. يقول ما يصير، أنا لازم يابا جيب لي دليل. حاضر، أنا جايك من بلد غربة أريد أعرف الحق. والله وبالله شيخ من كبار شيوخ الأزهر اسمه عبد العزيز عيزة، واضع موسوعة جمال عبد الناصر الفقهية، هذا الرجل رحت إليه حتى أفهم أني أنا شيعي صحيح أو لا، دخلت عليه سوى بعض السلوكيات على نظرية الإمام السادس، أنا ما أريد التفاصيل. قلت شيخنا كيف أنا جيت أسألك أنت أخذت بنظرية؟ قال أتبتغي بعد مذهب الإمام الصادق مذهبا؟ جاي تدور على مذهب بعد مذهب الإمام الصادق؟ شنو هالعظمة هاي؟ شوفوا إحنا وين إحنا يا جماعة، إحنا الحمد لله إحنا بخير. هذا ليس مع الأسف هؤلاء بهذه الصورة، وتجد بعض حتى مسيحيين يعني تستغرب مسيحي مثل جورج أرداق يجي يكتب لك كتاب الإمام علي صوت العدالة الإنساني 5 أجزاء، يقارن بين علي والثورة الفرنسية، بين علي وسقراط، علي والقومية العربية، علي هذا علي 5 أجزاء يكتب. هذا الرجل يقول من أين صار عندك حب علي بن أبي طالب؟ هذا أقول لكم أيها الأخوة والأخوات، من أين صار لك؟ قال لقد علمني هذا الحب 2 أخي، أخو اسمه كان فؤاد جرداق، هذا قضية لأنه موضوع، والثاني أبي. أبوك مسيحي؟ قال نعم. إذن كيف علم؟ قال لأنه كان متفاعل ويحب علي حبا منقطعا، وقد كتب على باب الدار. ماذا كتب؟ إحنا نحط لنا زاقورين، نحط لنا شعب ما أدري حصان، نحط لنا فلان. يقول كتب على باب الدار: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، فكانت عيني تكتحل بهما عندما أدخل وعندما أخرج بهذه، لا فتى إلا علي. فتما عندي حب علي بن أبي طالب، وبدأت أدرس عن علي بن أبي طالب. بالله عليكم إحنا عندنا شي حالة؟ عندنا أباء، عندنا أمهات يقعدن مع أبنائهم مع بناتهم يقول له شنو علي، شنو يوم الغدير، شنو القضية، شنو صار، شنو اللي حدث، ماذا؟ مع الأسف أقول لن يعرف لك اللواعيب، ويعرف لك الممثلين، ويعرف لك المسرحيات، ويعرف لك الكارتون، ويعرف، لكنه عن علي ما يعرف شيء. عن يوم الغدير، هذا اليوم العظيم، هذا الرجل يقول تعلمت من أبي هكذا. هذا ماذا يقول؟ ماذا يقول جورج أرداق؟ يقول حينما يكون الجدل
تفتو عبارة، حينما يكون الجدل عن صوت العدالة الإنسانية فإن أفعال علي وأقوال علي وسيرة علي هي السيرة المثلى للعدالة الإنسانية. يعني حينما يبحث عن العدالة الإنسانية نرجع إلى أقوال علي وإلى أفعال أدري. خلصت لا تخاف، صار إنذار، صلوا على محمد وآله. فيكون المحك والميزان هو علي بن أبي طالب، هو صوت العدالة الإنسانية. وأن علي بن أبي طالب يقول هو العقل، التفتوا شلون كلمات رائعة، العقل المبدع والضمير العملاق في الإنسانية أجمع، العقل المبدع والضمير العملاق. يسألوه، أختم بهذا، يقولوا له زين أنت إذا لماذا لا تكون مثلهم مثل شيعي؟ يقول لأنه، تعرفون لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب لم يكن للإسلام فقط، علي ملتقى الأديان، علي للبشرية أجمع، علي لا يحدد بإطار معين، علي بن أبي طالب لا يمكن أن يكون لجهة معينة. قالوا كيف؟ قال كثير، لو قرأنا الشواهد على ذلك كثيرة. كيف يتعامل معنا أهل الذمة يعني غير المسلمين؟ يعاملنا بعدل، لا يفرق بينهم وغير المسلمين، يمر على مع وزير ماليته يجد على قارعة الطريق واحد يستجي رجل كبير، قال له ما هذا؟ قال سيدي هذا مسيحي. قال عجبا، استخدمتموه قويا وتركتموه ضعيفا، لا أريد أن أرى فقيرا على قارعة الطريق وبيت المال موجود مو يسلب مثل ما عندنا يسلب البيت مالنا. وين زين تروع ميزانية كلها كذب، لا أرى أن أريد. وفي الحرب يتعامل مع الأسرى بكل خلق ولطف، وعندما تكون هنالك بعد ما أريد أن أكثر، مع أكثر من الذي ضربه عبد الرحمن، ماذا يوصي أولاده؟ يقول للحسن اطعموه من الطعام الذي تأتون، واسقوه كما تسقوني، وإذا مت ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل لأنه لا يجوز التمثيل ولو بالكلب العقور، وإذا بقيت أنا معه. من هكذا يتصرف اللي قتلت واحد؟ إذا شوية شتمة لو فلان يسويها عليه، ها يا شتمة يا ينزل من السماء للأرض يسويها الدنيا قلب عليه. وهذا يقولهم لا يجوز، مما أكل وتسقوه مما، الله أكبر يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن. فقال هذا الرجل له كثير، وأعظم شاهد على ذلك هو يقول والله لو ثنيت لي الوسادة، أمير المؤمنين لو ثنيت لي أو لو ثنيت الوسادة، ماذا يقول؟ لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل القرآن بقرآنهم. فهذا الرجل إذن هو الصيغة المشتركة لكل البشرية، هذا علي هو الصيغة المشتركة لكل الأديان، علي هو الصيغة المشتركة لكل الإنسانية. أليس كهذا أمير المؤمنين؟ وليس لي إلا أختم بقول هذا أفتخر به، يا قالع الباب التي، يا قالع الباب التي عجزت عن هزها أكف أربعون وأربع، أقول فيك سميدع أسد؟ حاشا لمثلك أن يقال سميدع، أنت أعظم من كل شيء، والسلام عليك سيدي يا أمير المؤمنين، وجعلنا وإياكم من المتمسكين بولايته، والذي يموت إن شاء الله من أنصار ولده الإمام الحجة، وحفظ الله جمهوريتنا التي هي الامتداد الطبيعي لقضية الغدير. هاي جمهورية الامتداد. الآن روح شوف إيران كلها عيد، هذا اليوم هو يوم العيد، عيد الغدير عندهم. نسأل الله أن يريد ذل كل من يريد بها سوءا يا أرحم الراحمين. احفظ القائد واحفظ جمهوريتنا واحفظ المؤمنين في كل مكان، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
يا الله. حضور كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيني صوت شوي يا حبيبي. نبتدي بالصلاة على محمد وآل محمد. يا حيدران تنفسك، يا حيدران تنفسك، يا حيدران تنفسك، يا عالم الحنية، يا عالم الحنية، فوقك يذب روح الندى ويتخيلك جوية، يا تنفسك يا عالم الحنية، فوقك يذب روح الندى ويتخيلك جورية، متعوب والله متعوب، بس لو الصبح منك خذ على شوية سيفك تبرد بيمنتك، خشنج كثر شاهي، علي يا محبوبنا، علي يا علي، يا طبيب قلوبنا، علي يا علي، يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر، علي 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 يا محبوبنا، علي يا علي، يا طبيب قلوبنا، علي يا علي، علي يا محبوبنا، الله يا طبيب قلوبنا، آخ يا حيدر يا حيدر يا حيدر، فدوة يا حيدر يا حيدر، علي يا محبوبنا، علي يا محبوبنا، علي يا علي، يا طبيب قلوبنا، علي يا علي، علي يا محبوبنا، علي يا علي، يا طبيب قلوبنا، يا حيدر، آه يا حيدر يا حيدر يا حيدر، فايدك الفايده فوق، آه نغز ما يعرفونك فقط الله وطه، باسمك وشخصيتك حدنا من نتباهى، آه صورتك عدوانك حارت بمعناها، حبتك يا حيدر عشنا متنا وياها، عشنا انت اول تالي، علي يا علي، يا عشقنا الغالي، علي يا علي، انت اول تالي، علي يا علي، يا عشقنا الغالي، علي يا علي،
يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر علي 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 يا محبوبنا علي يا علي يا طبيب قلوبنا علي يا علي يا علي يا محبوبنا يا طبيب قلوبنا يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا كل وقت ويانا علي يا والينا مو غريب نشوفك انت منا وبينا انت من ايه انت دين الباري والله ناصر دينه اول ورابيع كل وقت نادينا كل وقت يلا اسمع المسامي علي يا علي اول مرابي علي يا علي اسمع المسامي علي يا علي اول مرابي يا حيدر يا حيدر يا حيدر علي يا محبوبنا علي يا علي يا طبيب قلوبنا علي يا علي علي يا محبوبنا علي يا علي يا طبيب يا حيدر يا حيدر يا حيدر صرنا باسمك نفخر حقنا يا مولانا حبتك يا غالي تسري ويا دمانا تسري ويا صرنا باسمك نفخر حقنا يا مولانا حبتك يا غالي تسري ويا دمانا يلا ذكرى مثل البيعة علي يا علي مرت على الشيعة علي يا علي ذكرى مثل البيعة علي يا علي مرت على الشيعة علي يا حيدر يا حيدر يا حيدر علي 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 يا محبوبنا علي يا علي يا طبيب قلوبنا علي يا علي علي يا محبوبنا علي يا علي يا طبيب قلوبنا علي يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر افلح من صلى على محمد وآل محمد. أنت حسي يا مولاي.
Thank you very much. A special thanks to Sheikh Munir al-Turayhi for his beautiful, very useful, very informative speech. We learned a lot. We learned about the essence of Ghadir. And Ghadir is not a mere celebration. We gather here, inshallah, again, I repeat that, for an agreement as brothers and sisters. We've gathered here for an agreement, for a promise with our Imam al-Zaman. We promise him, inshallah, that we'll never ever leave him the way that people left Ali. We're not gonna leave him. Are we gonna leave him? I need a proper no. I need a proper response. Are we gonna leave Imam al-Zaman the way Kufi people did? Are we gonna leave him? This means, are we gonna leave Imam al-Zaman? Are we gonna leave him on his own? Are we gonna let the world catch him before we catch him? What does that mean? So, I mean, you know, we need to be prepared. Okay, we need to be prepared. There are many people that we even don't think that they're gonna be Imam Zaman's companion. They will be. How about us? Inshallah, this gathering, this congregation on its own means that inshallah, we already said yes. We already said labbaik to Imam Zaman. If you believe so, say aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Again, I repeat about this truffle. Buy your truffles. Please, before others buy. Otherwise, they're gonna get this beautiful painting. Can you please show the painting again? If you don't mind, brother. I would appreciate. This is handmade painting, okay? You can see the live, our artisan, our amazing artisan, is painting this beautiful, beautiful memory of Ghadir, which inshallah can be useful in your home, in your houses. And I need to repeat that the revenue, the money, the final gathered money will go to charity, inshallah. We all share this moment. And we, if you want to pay, Mr. Gudarzi is the one that who accepts payments. Thank you very much. I would ask Brother Zaygham Ali Shan to, inshallah, enlighten us with his beautiful voice for a maddahi in English with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Long time no see. It's okay, I sit in the side. Never was there a moment, never was there a moment where there was Muhammad and not Ali. Never was there a moment where there was Muhammad and not Ali. For when they wish to see Muhammad, they went through Ali.
فوندوش تسيك محمد They went through Ali Why did he went through Ali? For they knew that he was the gate of knowledge And Muhammad its city To truly love Muhammad You must first love Ali Say together To truly love Muhammad You must first love Ali Ali, Ali, Ali I wouldn't have known God If I hadn't known Ali Why is it important to know Amir al-Mu'mineen? Why do I say I wouldn't have known Allah if it wasn't for Aba al-Hasan? I wouldn't have known God if I hadn't known Ali. For I learned to love God by loving Ali. For I learned to love God by loving Ali. I would love those who have never known Ali. Allah help them, for they never knew the love of Amir al-Mu'mineen. I wonder at those who have never known Ali. How will they find God when the voice of Tawheed is Ali? How will they find God when the voice of Tawheed is Ali? We know better from this day that not only you should hear, but with your heart you should hear. What happened on this day of Ghadir? Man kunta mawla, fahada Ali mawla. They knew Ali, but they couldn't accept. May we be amongst those who hear Ali's name from our hearts. And we recite with our hearts. Ali, 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 with your voices. Ali, 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 Ali. If there was no Ali, where would I now be? No master to Kumail, no dua for me to read. No father to Hassan al-Hussein, no husband to Zahra. A world without Najaf, Medina and Karbala. Whenever hardship upon me would fall, Ali, Ali, your name I would call. But what of those before his birth? Upon misery, who did they call? Ali, 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 Ali. Today is the Eid of Ghadir. We recite his name with the loudest of our voices. Ali, 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 Ali. MashaAllah, MashaAllah. Ali, 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 Ali. Ali, Ali, you are that king who gave his wealth to the poor and needy. Ali, Ali, you are that soldier who treated his enemies with mercy. Ali, Ali, you are my master. My lifetime I have called you by that name.
Ali, Ali, I have one dua that you once called me your slave, my melody. Ali, Ali, my remedy. Ali, Ali, without this line. Ali, Ali, what would I find? Where would I be? For the love of Amir al-Mu'mineen, for the love of the husband of Zahra, of the Imam of Hassan and Hussein, of the one that Rasulullah lifted his hand on this day, recite Allah salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. MashaAllah, when you read the merits of Amir al-Mu'mineen, when you see his words in Nahjul Balagha, the peak of eloquence, when those who saw him at the gate of Khaybar, when those who saw him by the side of Rasulullah, what would they say? Ha Aliyun Basharun Kayfa Bashar. How can this man be a man? How can this human being truly be a human being? For he is greater than that. We cannot accept Ali as just a human. But he was not human, he was the light of Allah, the light of Tawheed. Ha Ali un Bashar kayfa Bashar. 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 Ha Ali un Bashar. MashaAllah. Ha Ali un Bashar kayfa Bashar. From the Kaaba, his mother named him Haydar. From the Kaaba, his mother named him Haydar. It is said when his name the tongue utters, there is no love that the heart can find sweeter. His virtues one by one seen in his lovers, his merits they recite one after another. For he is Ali, for he is Ali, for he is Ali, there can be no other. Ha Ali un Bashar Fabashar. Ha Ali un Bashar Bashar. Ha Ali un Bashar Kayfa Bashar. Ha Ali un Kayfa Bashar. Tell me what warrior comes close to Haydar. Tell me what warrior comes close to Haydar. It is wisdom. Tell me what warrior comes close to Haydar. It was his pomp that defeated Khaybar, but it is his justice that's the conqueror. Oh, the one who gave charity in prayer, for the faithful there's only one commander. It is the one who is Dhul-Fiqar's owner. It is the one who is Dhul-Fiqar's owner. Ha Ali Bashar kayfa Bashar. Ha Ali Bashar Bashar. Ha Ali Bashar kayfa Bashar. Ha Ali Bashar kayfa Bashar. Ali 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 Ali. With your voice, inshallah. Ali 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 Ali. Oh my Imam, oh my Imam, light of Quran. Oh my Imam, light of Quran. Ali 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 ya Murtada as-salam. Ali 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 ya Murtada.
Mustafa As-Salam, chosen by Allah, root of Iman. Ali, 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 Ya Murtada As-Salam. Ali, 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 Ya Murtada As-Salam. Whenever I hear your name called out, hey there. Whenever I hear your name called out, hey there. I run towards where your lovers all gather. There is no name like your name that is sweeter. There is no name like your name that is sweeter. Even as a child your name I uttered. O Jibreel, tell me who is my master. O Jibreel, tell me who is my master. He is the first and there can be no other. Ali Mawla, Ya Aba Hassan Mawla. 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 Ali Mawla, Aba Hassan Mawla. Ali Mawla, Ya Aba Hassan Mawla. Day of Ghadir, what do I see? Day of Ghadir, what do I see? Ali, 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 Ya Murtada As-Salam, lifted to the sky, whose hand is raised high. Ali, 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 Ya Murtada As-Salam. For the believers there's only one master. For the believers there's only one master. For the angels he's the one who leads prayer. Tell me how can you ever find religion? Without Ali, our prophet's flag bearer. Without Ali, our prophet's flag bearer. Without Ali, this universe has no worth. For the Kaaba was the place of his birth. Without Ali, this universe has no worth. For the Kaaba was the place of his birth. Ali Mawla, Ya Aba Hassan Mawla. Ali Mawla, Ya Aba Hassan Mawla. Ali Imam Manasto Amin al-Mu'mineen, Aba al-Hassan Ali, recite aloud salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Yeah.
عليكم بارك الله فيكم. ومن حكمته عليه السلام المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا. مؤمن's face is always happy. Mu'min's happiness is on his face and his sadness in his heart. He doesn't like to show off. He doesn't like to show himself over and above others. Inshallah, Allah makes us the true follower of Imam Ali alayhi salam. We need to familiarize ourselves with him. How? With his books, with his ahadith, especially his hikmah, his hikmah and wisdoms in the end of the Nahj al-Balagha. Inshallah, all of us will download them and read them and inshallah apply them. So, very welcome again, very welcome to all of you, and thanks to all of you for being with us and being so lightful, so mashallah, munawwar, and so happy. I like your smile. I'm really enjoying this, guys. After all this lockdown, this is amazing, isn't it? If that is amazing, if you love it, if you want Allah bi barakati amir al-mu'minin to remove all these kind of calamities, especially this coronavirus, a loud salawat, a loud one. Allah ala Muhammad wa ala Muhammad. Now I'm gonna switch to Farsi again. No need for repeat for that truffle, for that painting. If you want this painting as a memory of this day, please pay your truffles to Mr. Gudarzi in the end. Thank you very much. چون عید غدیر اشرف اعیاد است، ذکر صلوات بهترین اوراد است. اللهم صل علی محمد. شادند اگر جمله محبان، چه عجب، زیرا که دل آل محمد شاد است. اللهم صل علی محمد. به نام خالق معبود که هدایت گر آفریدگان است. خیلی خوش آمد میگیم، عرض خوش آمدگویی و دماغچاقی و سرسلامتی داریم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. قدم رنجه فرمودید و محفل ما رو روشن کردید و سرسبز نمودید. در این بخش از برنامه دعوت میکنیم از حاج آقای، از رئیس محترم مرکز اسلامی انگلیس، حجت الاسلام و المسلمین حاج سید هاشم موسوی، که تشریف بیارن و ما رو مستفیض کنن با سخنان ارزنده خودشون. در این بین تا منتظر هستیم، با ذکر یه صلوات بر محمد و آل محمد یادآور میشم که این نقاشی برای فروش خیریه‌ای هستش. تمام عواید این پولی که پرداخت میکنی میره برای چریتی، برای خیریه، برای اینی که در بعضی از تغییرات گفته شده است که عیدالله الاکبر از همه اعیاد بالاتر است. علت این و وجه این چیست؟ خب در قرآن کریم آیاتی هست که به غیر از مسئله قدیر به مسئله دیگری قابل تطبیق نیست. همین آیه معروف الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم بخشان، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم از اسلام دینا. این آیه که در اول اوائل سوره مائده است قابل تطبیق با غیر مسئلهی در وزن و اهمیت و اندازه مسئله قدیر نیست. امروز روزی است که با
دشمنان کفار از دین شما مایوس شدند. چی مگر بر دین اضافه شد که دشمن رو مایوس کرد؟ این تعبیر درباره نماز نیامده است، درباره زکات نیامده است، درباره جهاد نیامده است. پس این یه قضیه دیگری است غیر از این احکام فرعی است. چیه اون قضیه؟ قضیه رهبری جامعه اسلامی، قضیه نظام حکومت و امامت در جامعه اسلامی. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. I'll try just to talk a few minutes in English and inshallah I then switch to the Farsi. Then we will give the time to our brother to do maddahi and tawash inshallah. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. Praise be to Allah who made us among those who adhere to the love of Amir al-Mu'mineen عليه السلام. I offer my sincere congratulations to all of you, dear brothers, sisters, dear lover, beloved lover of Imam Ali alayhi salam, for the arrival of this great Eid, this great Islamic festival, Eid al-Ghadir, and inshallah, we will be all receiving an award and reward from our beloved Imam, Imam Ali alayhi salam, for this great Eid or Eidullah al-Akbar, as it's mentioned in a hadith of the Prophet. Today, according to the word of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, يوم القدير عيد الله الأكبر وما بعث الله نبيا إلا عرفه حرمته وإنه عيد في السماء وفي الأرض. As it's mentioned from the hadith of our beloved Prophet, he says, the day of Ghadir is the greatest festival of God. عيد الله الأكبر. You can see as a subtitle, today is عيد الله الأكبر. The topic of my talk for a few minutes is that why today is considered as Eidullah al-Akbar, why this day is considered as the greatest Eid, the greatest festival in Islam. What happened in this day? We know in the history of Islam so many events has happened, but we don't have such a great word for such a days. As the Prophet said, the day of Ghadir is the greatest festival of God, and God did not send a prophet. Look at this word. He says, وَمَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا عَرَّفَهُ رَمَتَهُ. He said, Allah did not send any prophet, but before sending him to the people, informed him about these days. There must be some great things that Allah informed all the prophets about the story of Ghadir. That is why it's called Eidullah al-Akbar. وَأَنَّهُ عِيدٌ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ. This Eid, Ghadir, it's Eid not only in the earth,
it in the skies, in the heaven as well. And in another hadith, the Prophet said, يوم القدير عيد الله الأكبر وأنه في السماء أشهر منه في الأرض. Sometimes we think that we are the only one celebrate عيد القدير, so we proud. We think that we've done a lot. According to this hadith, those who are in the sky, we don't know, probably as much as we know, only angels. But we don't know, there must be so many other things. I said, those who are in the sky, they know Qadir more than what we know in the earth. So Qadir is more famous in the sky than in the earth. Eidullah al-Akbar. And of course, you may ask why this day is considered as Eid al-Akbar. I can say, comparing this Eid, Eid al-Qadir, with Eid al-Adha, or Eid al-Qurban, or Eid al-Fitr, there are something happened in this day which has not happened at the other days, Eid al-Adha or Eid al-Fitr. One of the most important things, significant and effective events that have happened on this day is one of the reasons. Like what? I can tell you about two, three of these like significant or effective events which happen in this day. The first thing which has happened, announcing the succession and caliphate of Imam Ali alayhi salam by the Prophet of Islam. We know all. This is the only thing which we know. I mean, commonly all of us, we know about this. We know that on the day of Ghadir, the Prophet announced his successor, informed the people about his successor, the Caliphate of Imam Ali alayhi salam. And we don't know that much. Do you know that for how many days people were waiting to give of to take allegiance with Imam Ali alayhi salam? Sometimes people, they might think only 2-3 hours. No, almost 1 week this occasion has happened. Almost 1 week, 3 days people were giving hand, shaking hand with Imam Ali alayhi salam as an allegiance, bay'ah to the khalifa, to the khalifa of Muslimin. So the first thing which has happened is the announcing for the succession. You know, Imam Ali alayhi salam at that day was a young person, 33 years or maximum 35 years old man. A very young, a very passionate, and a person who loved the Prophet, an epic youth, and literally as a role model for all like different classes of society. He was the role model for like youth, he was the role model for the science, I mean the ulama, he was the role model for like those who have freedom. And according to the history, you can find that Imam Ali al-Islam is considered as a peak of a mountain. As it's mentioned, according to ulama, Imam Ali is a mountain peak. Nobody can touch it. But the only thing, we have to walk towards this peak of the mountain. And of course, the virtue of the Amir al-Mu'minin alayhi salam cannot be counted. As it's mentioned in the hadith of the Prophet, he says, إِنَّ اللَّهَ, the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, he says, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِأَخِي فَضَائِلَ لَا تُحْصَى كَسْرَةً. Allahu Akbar. Look at to this word. The Prophet said that Almighty God has given my brother Ali virtues that cannot be counted because of their abundance. Because it was too much, so you can't count it. And the second event, and the second thing which has happened in the day of Ghadir is Ikmaluddin.
Ikmal al-Din means in this day the religion was perfected, completed. It means the religion up to that day was incomplete, imperfect. According to that ayah, Surah Ma'idah, verse 3, Al-Yawm أكملت لكم دينكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Today, I have perfected your religion for you. So what does it mean? When Allah says, today I have perfected your religion for you, it means before today, up to now, your religion was not perfected. It means something wrong with your religion. What was wrong? What happened after these days? What happened after these days that caused the religion became perfect? This is another reason that cause we call this day Eidullah al-Akbar. And I think if there is no any like reason, if there is no any like dalil for superiority of these days, that would be enough. Only this ayah is enough to prove that this day is superior than all the Eid. And of course, there is another reason. The reason is Qadir was the last opportunity for the Prophet to complete, to finish his temptation, to finish his mission. It means if there was no Qadir, if there was no Qadir, the mission of the Prophet was not completed. Who says? Can we claim? Yes, we can claim, because the Quran says, Ya ayyuha rasul, balligh ma unzila ilayk min rabbik. Wa in lam taf'al fama ballaghta rasalata. O apostle, communicate with which has been sent on to you. Means inform people about what I have asked you to tell. O Allah, what would happen if I do not do this? He said, if you don't do this, your mission, your communicate is incomplete. So all these sort of things, because of the shortage of the time, I don't want to take too much of your time. This cause that we give a title of Eidullah al-Akbar. So this day is considered as a Eid, not as a normal Eid, Eidullah al-Akbar, the greatest Eid, and we have to pay enough attention, and we have to know more about Qadir and respect the Qadir. Why? Because people did not pay enough attention to Qadir that Ashura happened. Ashura is, according to what they say, what ulama say, Ashura is a bitter fruit of forgetting Qadir. Because people forget Qadir, then Ashura happened. We have to pay enough attention to Qadir, and then inshallah Allah will grant us a success to be a good mu'min. Because of the time, and I have to talk a little bit in Farsi, and there is a like one minute or 2 minutes video, so while you are watching the video, recite salawat, and then inshallah I switch to Farsi inshallah. Say salawat. نورای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر می کنم، این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است. توهین نمی کنم به کسی در غزل، ولی هر کس کمی محبت حیدر نداشته است، خود را برای شعله مهیا کند که او حق را به چشم دیده و باور نداشته است.
دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشته است. سوگند میخورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. توریز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه ای زمان در یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. این شعر استعاره ندارد برای او، تقصیر من که نیست برابر نداشته است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله توفيق داشتيم از محضر دوستان در بخش عربي و همچنين از مدعي انجلسي استفاده كنيم. امروز روز بزرگی است، روز عید الله الاکبر، و همه ما اینجا جمع شدیم که اولا به آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تبریک بگیم. این انتخاب در واقع شایسته و این انتخاب بزرگی رو که خداوند توسط پیامبر بزرگ اسلام انجام داد، حسب فرمایش آقا امیرالمؤمنین، حسب فرمایش آقا رسول الله، امروز روز عید بزرگ، عید الله الاکبر، یوم القدیر، عید الله الاکبر. و ما بعث الله نبیا الا عرفه حرمته. پیامبر فرمود روز عید قدیر عید بزرگ خداست و خداوند هیچ پیامبری رو نفرستاد. اینو دقت بفرمایید، میفهمید خداوند هیچ پیامبری رو نفرستاد مگر اینکه نسبت به حرمت عید قدیر بهش تذکر داد. و عید قدیر هم در آسمان جشن گرفته میشه و هم در زمین. بعد فرمود عید قدیر در آسمان شناخته شده تر است از زمین. یعنی ما فکر نکنیم کار خیلی شاقی میکنیم، در اینجا نشستیم جشن میگیریم، از خونمون اومدیم، از در واقع شهرمون اومدیم، البته کار با ارزشی هست، اما فرمود این عید در آسمان شناخته شده تره. اما اینکه چرا این عید رو به معنای عید بزرگ مینامن، خب چند اتفاق در این روز افتاد. مهمترین اتفاق بحث جانشینی پیامبر اسلامه که خداوند به پیامبر اسلام امر فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل علیک، ای پیغمبر اونی که من بهت دستور دادم بگو. من توی پرانتز خیلی مختصر عرض میکنم، حسب آنچه که روایات میگه چند بار به پیغمبر این دستور داده شد، پیغمبر جرأت نکرد. پیغمبر جرأت نکرد برای اینکه نگران بود که چه اتفاقی میفته. بعد خداوند فرمود تو نگران نباش، والله یعصمو، که خدا خودش حواسش بهت هست. این اولین اتفاقی بود که امیرالمومنین در سن 33 سالگی، حالا بعضی از روایات میگن 35 سال، نهایتش 35 سال، در سن 33 سالگی به امامت رسید در چنین روزی. دومین اتفاقی که در این موجب شد که این روز به عنوان عید الله الاکبر شناخته بشه اینه که خداوند دستور داد چند روز تمام مردم بشینن و به بیعت با امیرالمومنین بپردازن. ما ها فکر میکنیم عید قدیر فقط من کنت مولا فرانزا علی مولا بوده، پیغمبر اومده دست امیرالمومنین رو گرفته و گفته من کنت مولا فرانزا علی مولا. نه، اینجوری نبوده. تقریبا نزدیک یک هفته این اتفاق طول کشید. یک سخنرانی چند ساعته پیغمبر داشته، توی اون سخنرانی چند ساعته تمام اوصیا و تمام جانشینان پیغمبر رو معرفی کرد.
امیرالمومنین رو با مشخصات کامل معرفی کرد. بعد از اون به مردم گفت دونه دونه تک تک بیان و با امیرالمومنین بیعت کنن. بعد از اینکه مردم بیعت کردن، مردها بیعت کردن، نوبت زنها شد. میفرماید تشتی آوردن پر آب، امیرالمومنین یه گوشه این تشت پرده گذاشتن، دستش درون تشت و زنها در سمت دیگر دستشون در درون تشت و بیعت کردن. این بیعت 3 روز تمام طول کشید. این اتفاق اتفاق بزرگیه که در تاریخ اسلام افتاده و این باعث شد که خداوند بعد از این اتفاق گفت الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دینم رو کامل کردم. خب در تاریخ اسلام ما چه روز و چه اتفاقی داریم که خداوند بعد از اون اتفاق گفته باشه که من امروز دین رو تکمیل کردم؟ جز در حادثه قدیر. فقط حادثه قدیر بود که این ویژگی رو داشت. چون وقتمونم گذشته من عرض بکنم، ما اگر حواسمون به قدیر نباشه، همونطوری که در گذشته قدیر رو فراموش کردیم و به خاطر فراموشی قدیر حادثه کربلا و حادثه عاشورا اتفاق افتاد، امروز هم ما مدل همین رو در حادثه ظهور ممکنه داشته باشیم. چرا امام صادق علیه السلام انقدر به زنده نگه داشتن حادثه کربلا اصرار داره؟ در روایات بسیاری داریم امام صادق علیه السلام و بقیه ائمه، امام رضا علیه السلام، اصرار دارن بر زنده نگه داشتن عاشورا. برای اینکه میگن یک بار ما آسیب دیدیم از زنده نگه نداشتن یک اتفاق مهم در صدر اسلام، و اون حادثه قدیر بود. اگر قدیر به درستی زنده نگه داشته میشد، کربلا اتفاق نمیافتاد. کربلا محصول و میوه تلخ فراموشی قدیره. چون مردم قدیر رو فراموش کردن، حرمت امام علیه السلام رو نگه نداشتن، دشمنان تونستن بیان حادثه کربلا رو رقم بزنن. اگر امروز ما نتونیم در واقع حادثه قدیر و حادثه کربلا رو زنده نگه داریم، همین اتفاق در حادثه ظهور میفته. یعنی همون تحریفی که در حادثه قدیر کردن، همون تحریفی میتونن در حادثه ظهور بکنن. امروز ولایت خط اصلی در واقع جبهه اسلامه. اگر ولایت آسیب ببینه، اگر ظهور آسیب ببینه، چیزی از اسلام باقی نمیمونه. ظهور چجوری آسیب میبینه؟ آسیب دیدن ظهور به اینه که تحریف میکنن جریان ظهور رو، یا امام زمان رو انکار میکنن، یا اومدن امام زمان رو به یک شکلی دچار تحریف میکنن که مردم منتظر امام زمان نباشن. همه اینها در راستای تحریف قدیره. میدونید در جریان قدیر چی گفتن؟ در جریان قدیر بعد از اینکه قدیر اتفاق افتاد، خب دیگه نتونستن این کارش بکنن، چون خیلی بیش از 110 تا صحابی، یعنی 110 تا از یاران بزرگ پیغمبر شهادت دادن به این موضوع. چون نتونستن این کار بکنن، گفتن منظور از ولی یعنی دوسته. چون مثلا امیرالمومنین در جنگی که پیغمبر اینو فرستاد در یمن، اونجا در تقسیم غنایم اختلاف نظر پیدا شد، پیغمبر برای اینکه دل مردم رو شاد کنه گفت علی دوست منه. این یه نوع تعریف‌های دیگه. قرار پایان عرایض اینه که ما امروز قدیر رو احیا میکنیم، قدیر رو زنده نگه میداریم، فقط و فقط به خاطر اینکه در سایه زنده نگه داشتن قدیر ما میتونیم ظهور رو زنده نگه داریم. ظهور رو که بتونیم زنده نگه داریم، خط مستقیم ولایت و امامت میتونه در مسیر خودش قرار بگیره و انشاءالله به در واقع پیروزی جبهه اسلام و جبهه مسلمین ختم بشه. من یک بار دیگه این عید بزرگ رو به همه شما برادران و خواهران مؤمنین، متدینین و علاقمندان به آقا امیرالمومنین تبریک عرض میکنم
و امیدوارم که خداوند به حق آقا امیرالمومنین ایده همه ما رو تعجیل در فرج آقا امام زمان مقرر بفرماید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية آقام الأمير المؤمنين وأولاده المعصومين إجماعا. صلوات. امروز روز خدا، روز یا علی، امروز روز عید خدا، روز یا علی است. نقل دهان خلق و کلام خدا یا علی، فریاد جن و انس و ملک یک صدا علیست. جبریل را ترانه یا مرتضی علیست. نزدیک و دور هر که به هر جاست با علیست. شور و دعا و زمزمه و ذکر ما یا علیست. امشب به گرد دور علی یا علی بگو. کس نداره نمیخوای دست بزنی؟ عید بزرگ خالق و خلقت خجسته با جشن سرور احمد و امت خجسته باد. آقای وحی و مژده رحمت خجسته باد. صوت خوش منادی وحدت خجسته باد. روز زمانداری اطرت خجسته باد. صوت خوش منادی وحدت خجسته باد. اکمال دین تمامی نعمت خجسته باد. این قول احمد است چه نیکو روایتی، یوم القدیر افضل و اعیاد امتی. جانا شادی دل حضرت زهرا، امروز به خاطر شادی دل حضرت زهرا یوم قدیر افضل اعیاد امت ما شیعیان، میخوام یک کف محکم بزنی این صدای دست دادنت برسه نجف ایوان طلای آقا امیرالمومنین. قدیر با دلها
شده چرا خونی قدیر با دل هم شده چرا خونی هوای چشمای عاشق بارونی هوای چشمای عاشق بارونی یا علی به فدای نام تو یا علی دو جهان غلام تو یا علی دل اسیر دام تو یا علی یا یا علی قدیر با دل ها شده چرا خونی قدیر با دل ها شده چرا خونی هوای چشمای عاشق بارونی سیر دام تو یا علی یا علی به فدای نام تو یا علی دو جهان غلام تو یا علی دل سیر دام تو یا علی یا علی یا علی 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 یا يا علي يا علي يا علي علي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا ایشالله به زودی های زود حرم آقا امیر المومنی ایبون تلای آقا اونجا از عدد بکنیم بلند بلند الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المومنین الحمدلله به افتخار حیدر و به افتخار حیدر و به برکت قدیر خون داره میگه خود خدا الیوم اکملت لکن افتخار حیدر و به برکت قدیر خون داره میگه خدا خدا الیوم اکملت لکن علی علی توی فاتح بدر و خیبر علی علی توی فاتح بدر و خیبر علی علی سلام الله علیک حیدر علی علی تو جای خود داری منم غلام قنبر علی علی تو جای خود داری منم غلام قنبر علی علی ترنم صدای زهرا علی علی ترنم صدای زهرا علی علی
نبشر لبای زهرا علی یا علی نبشر لبای زهرا علی یا علی جونم فدای تو سرم فدای زهرا علی یا علی جونم فدای تو سرم فدای زهرا علی یا علی جونم فدای تو سرم فدای زهرا بر رسول حق تو نائب بر رسول حق تو نائب به کی میشه گفت به جست و مظهر العجائب به کی میشه گفت به جست و مظهر العجائب به کی میشه گفت به جست و مظهر العجائب علی یا علی علی اسدالله علی یا علی علی اسدالله علی یا علی علی ولی الله علی یا علی علی ولی الله علی علی اسد الله علی یا علی علی ولی الله علی یا علی علی ولی الله علی یا علی علی اسد الله از آن شد ذکری به که خانم فاطمه دوست داره بشنوه از دهن شما عزیزان برای یک دقیقه کف مرتب محکم بزن این ذکر رو بگون تا انشالله خانم فاطمه هر حاجتی داری خیلی ها مریض دارن داشتن میامدن که گفت دخترم سرطان داره تو رو خود دعا کن خیلی ها مریض دارن خیلی ها دوست داشتن تو این مجلس باشن به یاد همه شون باشید یک کف مرتب بزن تا بهت بگم اشهد ان لا علی ام ولی الله اشهد ان لا بگو لب و دهنت کار کنه اشهد ان لا علی ام ولی الله اشهد ان لا اشهد ان لا علی ام ولی الله برخیز برخیز و به گلشن ولایت رو کن با آل علی و آل احمد خو کن در روز قدیر خود وجود خود را با عطر گل محمدی خوشبو کن صلوات محمدی خواهد از همه شما بزرگواران ممنونیم از همراهی شما از نور و از برکت شما قبل از اینکه خداحافظی کنیم تشکر میکنم از آقا مصلی که ما رو به فیض رسوندن خدا انشالله عمر طولانی با عزت بهشون بده حاج آقا موسوی رئیس محترم مرکز دارن عیدی میدن با پاکت ها اونایی که میخوان دارن خلاصه وقت مختنم بگیرن و در خدمتی میشالله تنتون سالم لبتون خندان و انشالله عمر پربرکت داشته باشید و